هيثم اربعه في قطار لا يتوقف، ونادي الاهلي فاتح اكتر من لاين، لاين في الدوري المحلي ولاين في دوري ابطال افريقيا، وعشان هو فريق كبير كبير جدا وفريق عظيم جدا وفريق فعلا عنده هيبه كبيره جدا، مش هفق لا مؤاخذه، مش هفق، مش فريق يتحط عليه او يجي يقول لك انا مركز في بطوله واحده. من الفرق الكبيره اللي يقدر يمشي في كل خط، يمشي بقوه، يمشي في خط الدوري بطل، ويمشي في افريقيا بطل، ويمشي في كاس العالم للانديه بطل، في كل مكان اثبت ان هو بطل. ودي سمه الكبار، ان انا دايما في اي طريق امشي فيه اكون فيه كبير، ما اكونش هفا. فالنادي الاهلي لا يقبل ان هو يكون فريق هفا، ماشي في الدوري بيقترب من تصدر الدوري، ما بيرحمش اي فريق قبله، يروح لبطوله افريقيا يثبت كمان ان هو قوي. مفيش نادي في الدنيا يقدر يعمل اللاينات اللي النادي الاهلي بيعملها على مدار 5 سنين متتاليه، من المحافظه على تواجده المحلي وتواجده الافريقي، وده انعاد يعود على رغبه من اللعيبه، مع حمايه من مجلس الاداره، مع مدير فني عنده بعض الفكر، مع اهم حاجه من دول جماهير في ظهر ناديها لا تتمنى هزايم الاخرين ولكن تتمنى نجاح ناديها، ودي بوصله. عشان كده ربنا مديها لكم يا جماهير النادي الاهلي نعمه وليس نقمه، ان الجمهور الاهلاوي والمشجع الاهلاوي زي ما قلت لكم زهاء. دايما يتقال على جمهور الاهلي ان هو جمهور ما عندوش ولاء، ده دايما يعني المتعارف عليه، يقول لك جمهور بيشجع بظهره. فبقى اكتر جمهور اللي بتقول عليه ما عندوش ولاء وقلاب، هو على فكره اثبت ان القلبه اللي هو بيقلبها ديت لمصلحته. هو جمهور فعلا ما عندوش ولاء غير للنادي اساسا، والله لا عنده اسطوره ولا عنده رئيس نادي يفرق معاه، ولا عنده، لو كل واحد يمشي على المسطره هيبقى حبيبه، ولا عنده مدير فني بيعمله اسطوره، ولا عنده لعيب كره بيعمله اسطوره، ولا عنده رئيس نادي بيعمله اسطوره، ما عندوش اساطير غير النادي. عشان كده هم قايلين الاهلي دايما ايه؟ الله ينور عليك فوق الجميع. فهو دي منظومه تركيبه المشجع الاهلاوي كده. ولكن بعض الانديه ثانيه المشجع عاطفي يعيط على طول، فريقه يخسر يجي يقول لك ما حدش يقرب من الاسطوره بتاعنا، فريقه يخسر بسبب الاسطوره نفسه يجي يقول لك برضه مش مشكله ما هو ياما عمل لنا كتير، فريق يبقى مركز ال 12 ولا 13 يقعد يغلط ويجي يقول لك يا رب الاهلي يخسر. طب ما تشوف حال فريقك. لا ما هو انا عايز الاهلي. فما بين هذا وذاك عزيزي المتابع هي سياسه تشجيعيه. هل المشجع الاهلاوي بياخد كورسات في طريقه اداره تشجيعه؟ وانا قلتها قبل كده على فكره ما بغرش كلامي، قلت ان ما يميز النادي الاهلي هو جماهيره اكتر حتى من مجلس ادارته، هو تركيبه الجماهير، ان الفكر الجماهيري والتشجيعي ده للمشجع البسيط اللي عنده جينات حب الفوز باستمرار مش موجوده غير في هذه الجماهير، لان هي الجماهير زهقه. الراجل كذا مدير فني يجي لهم، مارتن يول ولا يجوا كل مدير فنيين، اوسيريو ولا ما اعرفش، لا اوسيريو ده كان عندنا احنا، بيسيرو ده تقريبا كان كذا مدير فني يشتكي من الموضوع ده، يجي يقول لك جمهور الاهلي ما بيشبعش، يجي يقول لهم مفيش مدير فني في العالم او نادي في العالم ياخد كل البطولات. برضه الكلام ده ما كانش يخش يعني دماغ جماهير نادي الاهلي. فهل السياسه ديت ما اثبتتش نجاحها؟ لا اثبتت نجاحها ان هو جمهور لا يشبع ولا يكل ولا يمل دايما ان هو يدي دوافع جديده للمدير الفني وللعيبه وللاداره وعايزين اكتر. طيب ما دام حققت نجاح يبقى هم صح. هم زهقين فعلا وهم قلابين، ولكن قلابين لصالح. ولكن ما بين هذا المشجع الغيور جدا على شعارنا دي وما بين مشجعين تانيين كل ما يعنيهم هو التطاول والغلط والتقليل من المنافس وليس نجاحهم هم، ودي اسمها وكسه الوكسه. انا مش شايف بيتي خربان وعمال ابص على جيراني واجي اقول ايه ده، بص جاري عامل ازاي، ده الحيطان عنده مشققه. يا عم روح بص على بيتك الخربان من جوه، يا عم روح صلح بيتك، صلح السباكه ولا ركب لمضتين عندك في الشقه، انت مالك ومال جارك؟ لا ما اصلا شقته مش عاجباني، خليك في بيتك. فالجميع بقى بيفكر قد ايه النادي الاهلي منظومه فاسده ومنظومه بايظه، وسايبين بيوتهم هم وانديتهم تفشل وتفشل وتفشل، وطالع جيل مليان بلاك كل اللي بيتمناه يا رب الاهلي يخسر. طب وبعدين الاهلي خسر انت عملت ايه؟ انا اسف لو كنت عصبي في اللايف ده، ولكن ده كل موسم بيحصل كده، اقتراب الاهلي من النهائي، اقتراب الاهلي من حصد بطوله، تصدر الاهلي المشهد، بيبتدي نفس الحمله دي تشتغل عليا وتشتغل بقوه، فاوصل ان انا اتعصب وازهق وبمل. فربنا يهديكم، اللي مش عايز يتفرج عليها ما يتفرجش، عشان انا قرفت ومش هرجع للون القديم بتاعي ده خالص. ان الحق نخليه باطل والباطل نخليه حق، علشان انتوا تقعدوا تقولوا الله 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 ونطلع في قناه، مش عايزين نطلع في حته، انا راضي اقعد في مكان، بس اقول الكلام اللي على كيفي لمصلحه الزمالك والمصلحه الضميري، الكلام اللي يريحني، لان واحد زهق. ايه كميه الفشل ده؟ ايه حب الفشل والغل ده؟ اسف لو كنت متعصب. الزمالك لما يرجع لوضعه هنعمل اغاني وهنرقص وهنتنطط وهنفرح، بس يفوق. مشجعين الانديه اللي بره مالكوش دعوه بالاهلي، وانت داخل لي بقى في حته ايه؟ اصل ما تخليك زملكاوي واقعد اغلط في الاهلي، هو في زملكاوي يا عم؟ انا راجل مصري،
انا بقدم محتوى بيتابعني الجمهور الاهلاوي والزملكاوي، وثانيا جمله بسيطه عندنا في مصر بنقولها مالكش فيه. اي مشجع من بره مش عاجبه الطريقه اللي انا بتكلم بيها، اللي انا بقول فيها حق ربنا والكلام اللي يريحنا انا شخصيا، مالكش فيه، ما يخصكش، ما تتابعناش او ما تتابعنيش، ما تتفرجش عليا، لا متابعتك هتزودني ولا الزمني ان انت تتابعني اصلا. الحمد لله عندي متابعين محترمين بالالاف، والحمد لله اسم اسلام علو معروف، ومعروف اساسا من هو ضد نادي الاهلي اساسا من الاساس، يعني صب شهرتي انا لا بطبل عشان ريتش، لان الحمد لله ريتش خدته من زمان وتعرفت اصلا، دي صفحتي البديله هيت لسه ما كملش 150 الف على الفيسبوك، انا تعرفت من زمان واصل اكتر من 800 الف ولا 900 الف على الفيسبوك، وانا ضد النادي الاهلي، فانا سبب شهرتي كنت ضد الاهلي. فدلوقتي الواحد بيحاول يقدم اعلام نظيف، يلي محتاجين فعلا تسلكوا ضميركم بديتول، وكنا بنقولها وبير رسول، فربنا يهديك. كل مش عايز تتابعنا ما يتابعش، مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، فريق اللي بيعرف يكسب، جماهيره اللي عندها نفور وغيره على ناديها وعلى تيشيرت النادي مزيد من الرفعه، وان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا اهلاويه، وان شاء الله كونفدراليه زملكاويه، ونتلاقي احنا الاثنين على السوبر باذن الله، وربنا يهدي مشجعين الكوره. اسف مره ثانيه وثالثه على العصبيه، ولكن غصب عني والله دي تركيبتي، لو في كلام جوايا ما بعرفش ما اقولهوش. لايك لو سمحت على الفيديو ده، واللي ما اشتركش في قناتنا يا ريت يشترك وفعل زر الجرس، واللي بيتابعنا على الفيسبوك يا ريت يعمل متابعه على صفحتنا اللي هي البديله، يعني صفحه سامع علو البديله، هتشرف اكيد بمتابعتكم. تحياتي واحترامي، السلام عليكم.